كبار المسؤولين في الدولة كرموا كذلك المتفوقين في امتحان شهادة التعليم المتوسط. تتقدم التلميذة بنيامينة خديجة وهي الحاصلة على معدل 19.80 من ولاية سعيدة، تحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية. تتقدم التلميذة تهامي لينا الحاصلة على معدل 19.77 من سيدي عقبة ولاية بسكرة، تحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية. التلميذة علي شريف سيرين وهي الحاصلة على معدل 19.75 من ولاية سكيكدا، التلميذة المتفوقة بن سالم عائشة وهي الحاصلة على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.74 من ولاية باتنا، تنال ميدالية وهدية ومكافأة مالية. الشبل مصراوي رضوان منيب هو الحاصل على معدل 19.55 من مدرسة أشبال الأمة بياباتنا، ينال ميدالية وهدية ومكافأة مالية. تلميذ حمداني صالح والذي قدم من ولاية الطارف وقد تحصل على معدل 17.81 وأبى بإرادته إلا أن يكون من جملة المكرمين، فها هو يحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية. المتفوقة التلميذة بوعزيز روند وهي الحاصلة على معدل 19.72 من ولاية أم البوادي، البصيرة صاحب الهمة شباح محمد رضا وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 17.11 من ولاية جيجل.